نبدأ الجلسة الأولى حول إيجابيات الصيغة اللبنانية. وطبعا دائما أقتبس ما قاله تشرشل في مكان آخر عن ديمقراطية: أسوأ نظام باستثناء الأنظمة الأخرى. يعني نحن مش عم نبحث على وضع مثالي، نبحث على ما هو قائم وكيف نبني عليه ونعزز ما هو قائم، وليس الاكتفاء بالنقد، علما أنه في جلستين، الجلسة الأولى نتحدث في الإيجابيات والجلسة الثانية يتحدث البعض أو نتحدث في السلبيات. ما قد يميز لبنان والدول العربية التي قد تعتمد النموذج اللبناني عن الدول الأوروبية هو وجود ما أسميه تضامن هوياتي عابر للحدود. بمعنى في أوروبا كل هوية ضمن الدولة، في المنطقة عندنا خاصة مع الإحياء الهوياتي Identity Revival Subnational، ما دون الوطنية والعابرة الوطنية، بتخلق مشكلة تانية من حيث ارتباط ليس مصلحي أو آني أو سياسي، إنما ارتباط استراتيجي وجداني سوسيولوجي مع الخارج. لأنه أساساً يعني لم ننجح في كثير من الدول العربية في تعزيز وتحسين بناء الدولة الوطنية. الموضوع أكثر من عقد اجتماعي، العقد الوطني. فنرى مع الهبة اللي حصلت في الهويات المتقاتلة والقاتلة كما يقول صديقنا أمين معلوف، وأنا لست ضد هذه الهويات إنما التعبير عنها، أنه عم تحدث هذا الترابط، فتصبح الأمة عابرة للدولة، لا تعود الدولة الوطنية، تصبح عابرة للدولة الوطنية. هذا ما يميز الحالة المشرقية عن حالات أخرى في أوروبا، حيث الكل اللعب ضمن الدولة، وهي تنظيم يقوم على التشاركية، أوسع أنواع التشاركية. أقول ذلك وأؤكد على أهمية هذه الصيغة، ولكن هل تكون نهاية المطاف أو البناء عليها نحو شيء أفضل؟ هي ممر ضروري، ممر عبور ضروري. نحن نرى مثلا أحيانا كيف أن في الحالة اللبنانية أنه تصبح الخلافات الداخلية انعكاس للسياسات الخارجية للآخرين، للقطب الذي ننتمي إليه سياسيا. وعندما ينتقد بعضنا وتحدث بكل صراحة، الطرف الآخر ينظر في المرآة فينتقد نفسه في درجة الترابط الوجداني أو السياسي أو المصلحي. هذا ما يميز، أقول ذلك وأؤكد أنه هذا هو الخيار الوحيد، لكن أن لا يتحول إلى فيدرالية من الطوائفية المقفلة، من نظام كأنك في مجلس الأمن تملك أطراف حق الفيتو باسم الطائفة وباسم المذهب، فتقفل الطائفة أو تقفل المذهب. هذا خطر، هذا يعالج في العمل السياسي، ليس في النص الدستوري التشاركي. التشاركية أكثر من ضرورية، وخاصة في المنطقة العربية. يعني ما بناخد دروس، مع احترامي للكل، من أحد. يبقى أيا كان الوضع اللبناني هو الأفضل. ملاحظة أخيرة، أنه هذا النموذج يطرح لسوريا. أنا شخصيا بال2012 تحدثت عن طائف سوري كحل، وكثيرين تحدثوا عن طائف عراقي للدلالة، ولكن أيضا يطرح ليس فقط في أطر مذهبية، يطرح في أطر إثنية، في أطر ما تسمى جهوية. الصراع في ليبيا، نرى أنه حتى الإسلاميين في ليبيا منقسمين، ولو هن إسلاميين حسب المناطق. الناحية الجهوية المناطقية حاكمة في هذا الأمر، هو الانتماء الأولي. كيف ننظم العلاقة بين الانتماءات الأولية ضمن الدولة الوطنية الواحدة، بحيث لا تكون ممراً أو جسراً للعبور الخارجي من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. إذن الموضوع يمكن أن يعمم ليس فقط في الحالتين السورية والعراقية، إنما في كافة الدول. وما رأيناه من ما سمي بربيع عربي، أنه سقط بعد لحظة من اللحظات، بدأ ما سميته في مقالي، وأسف استشهد بنفسي، from the Facebook to the Facebook. بدأنا بالفيسبوك وتطوير اقتصادي اجتماعي وسياسي، تحولنا إلى الفيسبوك. من هو المذهب الأصح؟ من يملك الرؤية الأصح ضمن المذهب الواحد؟ سقطنا بذلك. كل الصراعات، إذا بعنا بعض مثقفين جانبا، صارت للأسف صراعات هويتية تعزز من الخارج طبعا، بس يعني بابنا مفتوح وجاذب وطالب لهذا التدخل. يبقى في هذه الحال أعتقد النموذج اللبناني هو الأفضل كنقطة انطلاق للبناء عليه. في الجزء القسم الأول، جلسة الأولى، إيجابيات الصيغة اللبنانية، سأطلب من كل من الإخوة المتحدثين يعني أن يحاول أن يكتفي، وبعرف صعب، بحدود 12 دقيقة ماكسيموم 15 دقيقة، لنعطي الفرصة للحوار. المداخلة الأولى كما ذكر صديقي سام 3 دقائق أو بعد ذلك دقيقتين، ثم نعطي للمتحدثين الثلاث الكرام التعليق والرد والتوضيح. أبدأ بالصديق والأستاذ الدكتور أنطوان مسرة. حساسية كبيرة تجاه كل الإيديولوجيات،
وكل الكلمات بالمنطقة العربية تتحول إلى شعارات. حتى خلال أول سنوات الحروب في لبنان، كلمة لبناني يلي هي جميلة جدا صار معناتها لبناني وبس، وكلمة وطني صار معناتها تقدمي ضد الانعزاليين. هنا صيغة وإلى ذلك ما بستعمل هالعبارات، مش لأني ضد أو مع، لما تتحول إلى شعارات. طريقتي منهجية عملية في مقاربة هذه القضايا المهمة جدا التي تعني لا أقل من نصف سكان العالم اليوم. هون بقضية النظام الدستوري اللبناني غارق في إيديولوجيات وعقد نفسية رهيبة. شو الإيديولوجيات والعقد النفسية؟ هي أولاً عقدة نقص تجاه أنظمة بيعتبروها هي متقدمة، نحن نظامنا إن هو رجعي، أو جهل لدى باحثين وجامعيين لكل ما حدث من تطورات في العلم الدستوري المقارن منذ سبعينيات القرن الماضي. في أيضا اختراف ثقافي، الينسيون، يعني كل التراث العربي والإسلامي في الإدارة الديمقراطية التعددية منذ سق المدينة النبي محمد كله هيدا تجاهلوه نتيجة فكر قومي هيك مجتزئ. اختراف ثقافي، وعنا فقدان الذاكرة كأنه ما صار في حروب بلبنان 15 سنة، ما صار في مداولات طويلة لاتفاق الطائف، فقدان الذاكرة، واستعمال عبارة الطائفية. عبارة طائفية ليست مفهوما علميا وليست إطارا قانونيا، منا كونسبت ومنا نوسيون ومنا كاتيجوري جريديك. ميشيل شيحة بكتابه استعمل كلمة كونفيسيونيل انتر جيمي. لماذا؟ لأنه فيها ثلاث معاني مختلفة في التشخيص وفي المعالجة، وكل أشخاص اللي مش عاجبهم شيء بيرموا بسلة مهملات الطائفية. شو هالثلاث معاني مختلفة؟ أول معنى هي الإدارة الذاتية في بعض الشؤون الدينية والثقافية، يعني المادة 9 و10 من الدستور يلي هي يا اسمها بالقانون الدستوري أوتونومي بيرسونيل، فيدراليزم بيرسونيل، وإلى نظامة في مقارن. هاي أول معنى. ثاني معنى لكلمة طائفية هي قضية ديسكريميناسيون بوزيتيف، التمييز الإيجابي، يعني منعا للعزل الدائم اعتماد قاعدة الكوتا. وقاعدة الكوتا أو ديسكريميناسيون بوزيتيف فيها دراسات مقارنة كبيرة جدا بأكثر من 40 بلد وتطبيقات متنوعة. والمعنى الثالث لكلمة طائفية هو استغلال الدين في السياسة والسياسة في الدين والذهنية الطائفية الفئوية. هالثلاث معاني تشخيص مختلف ومعالجة مختلفة. يعني مثل واحد عنده اشتراكات صحيا، عنده مصيبة بالمعدة وبالعظم وبالعين، بأسرع بعضهم طبعا، لكن كل وحدة عندها تشخيص وعندها علاج مختلف. وطبعا بقول للطائفية ما عم بفهم شو بده، مثل ما بروح عند الحكيم مش مزعوج مريض بقول له شو بك. هلا بقول لي واحد انا ارمني ساكن ببعلبك بدي اترشح ببعلبك، ايه وما في مقعد ببعلبك، باخذ هاي القضيه بشوف كيف بدي اعمل مساواه. موضوع كثير طويل. كلمه طائفيه ما عم بفهم شو رميناه بالطائفيه. وكلمه شعر الحلو من 1945 بيقول على سبيل السخريه: Je supprime le confessionnalisme, tu supprimes le confessionnalisme, il supprime le confessionnalisme. اليوم صرنا نقول nous supprimerons, vous supprimerez, il supprimera al mustaqbal. حكي بدون نتيجة. كل يلي كتبوا عن الطائفية أطروحات وكتب وين وصلوا؟ وعم بيعمل أطروحة 1000 صفحة خلاصة تبعها إلغاء الطائفية.
تبدأ بالآخر إيه؟ اللي كيف بأي طريقة وكيف علميا. هلأ هون هيدا كله اليوم اسمه اليوم علميا الإدارة الديمقراطية للتعددية، جستيون ديمقراطيك دي بلوراليزم، هيك اسمه علميا. واحد يوصل لنتيجة، وهيدا له إطار وله أشكال متنوعة، وما في شيء اسمه ديمقراطية كونسوسيشنال وديمقراطية أكترية. في ديمقراطية إلى قواعد عامة ومبادئ عالمية، وفي أنظمة دستورية متنوعة تطبق ذلك بأشكال متنوعة ضمن سياق المبادئ. الموضوع مش هين، لأنه تعلمت أنا قانون دستوري في إحدى الكليات، مش بالجامعة، جربت أشرح في جلستين قضية الديسكريميناسيون بوزيتيف، قاعدة الكوتا، المادة 95 من الدستور، موجودة بالدستور، تخصص مواقع للطوائف كذا، ما إلها علم هيدا، وفيها كتب، وفيها مؤلفات، وفيها تجارب، إيه؟ مدير الفرع بيقول لي علمهم قانون دستوري. شو؟ يعني هو ست مواد بالدستور اللبناني يلي منحطهم بسلة مهملات الطائفية ما درسناهم وما تعلمناهم وما فهمناهم، وهذا بالفعل موضوع كتابي، هيدا النظرية الحقوقية في الأنظمة البرلمانية التعددية يلي هو منحصور بست مواد يلي بنسميهم طائفية وما فهمناهم وما فهمها كيف تطبيقاتهم. هيدول المواد الخطورة انه صاروا كأنه نظام لبنان اور لا لوا، لا، قاعدة التخصيص خاضعة لقواعد، خاضعة لنورم، يعني ما لك حق تعين مين ما كان من كعب الصحارة. تعرف في كتاب للهند، بالهند المنبوذين، يا محل الطوائف بلبنان، بالهند كيف في طبقة المنبوذين، بفضل قاعدة الكوتا يلي حتخلوهم يوصل الإدارات العامة، تقريبا زالت قضية المنبوذين. عندكم كتاب لكريستوف جافرولو عنوانه لديموكراسي بار لاكاست، شفت تناقض، لديموكراسي بار لاكاست، انه كيف بفضل قاعدة الكوتا وصلوا الى تدريجيا الى ذلك. هنا الغلط الكبير عند الانتلو والباحثين، ما ميزوا بين مفهوم التعددية بالمعنى الديمقراطي العام والتعددية الدينية والثقافية والإثنية واللغوية وما إلى ذلك. شو الفرق بين الاثنين؟ بالتعددية الديمقراطية بمعنى عام يعني في تعدد أحزاب وآراء وما إلى ذلك، هاي مفروضة بكل بلدان، لكن التعددية الدينية والثقافية والإثنية واللغوية مختلفة. بأي معنى مختلفة؟ مختلفة على الأقل بثلاث نواحي. أولاً تصنف الأشخاص، يعني إذا واحد أفريقيا جنوبية أسود أو بزيمبابوي شكله مصنفه. الناحية الثانية بالتعددية الثقافية إنه هي تتمتع بدرجة عالية من الثبات، يعني القبرص التركي ما بيصير قبرص يوناني، والشيعي ما بيصير ماروني حتى لو تزوج مارونية، يعني فيها ثبات. وإذا البلجيكي الفلامان أو الفالون، هي غير التعددية الديمقراطية، لأنه بجوز أنا اليوم بالديمقراطية التعددية الديمقراطية بجوز اليوم صوت ريبوبليكان، مرة تانية صوت جمهوري، مرة صوت يسار، مرة صوت يمين، هون فيها درجة عالية من الثبات. وثلاثة ناحية بالتعددية الثقافية إنه تترجم بمؤسسات اجتماعية ثقافية دينية صحية إذن ما ذلك. هلا كلمة تعددية ما نخاف منها،
ما نخاف منها خصوصا عربيا. هلا بطلوا يخافوا منها لانه عم بيعشوها. ليش ما نخاف منها؟ لانه في شيء اسمه التعدديه القصوى ببعض القبائل الافريقيه. يعني واحد بيخلق بقبيلته وبيروح على مدرسه قبيلته وبيتزوج وحده من قبيلته وبيشتغل وبيروح مع وبيموت وبيقبر في قبيلته. وفي التعدديه المندمجه overlapping membership، يعني واحد ماروني بجوني متزوج من روم ارثوذكس من الشمال، عنده اراضي ببعلبك، بيشتغل بمطار بيروت، عضو في الاتحاد العمالي العام، عضو بالحزب الفلاني. هيدا عنصر تفاعل. ايه، وبالفعل شفتوها على مقبر متحف بربير. يعني عبوا لبنان متاريس ومعابر ما قدروا يفصلوا بالمصالح المشتركة بين اللبنانيين. ما تخوفوا كل التعددية. وهنا وين الذاكرة؟ يعني هون، يعني إلي 20 سنة بتابع الأبحاث المقارنة حول الموضوع. في أشياء كتير جيدة وممتازة، لكن أكتريتها من باحثين جامعيين بدهم يكونوا على الموضة، ايه، وبياخذوا كونسوسيشنال ديموكراسي وبصيروا ينتقدوا. ماني بحاجة لإلكم، مثل وقت عم بيدرس أمراض السيدة وبينتقدها. ماني بحاجة لإلها، بدي تطور الأبحاث، دراسة حالات، ايه. وهنا وين الإيديولوجيا؟ انه في نفترض انه نظام اخر ما عنده امراض. لا، كل ظاهره بشريه عندها ظواهرها المرضيه وظواهرها الصحيه، مثل الجسم البشري. كل المعده عندها ظواهرها الصحيه وظواهرها المرضيه. وهون انا عندي كثير انتقادات بالممارسه للنظام اللبناني، ارجوكم. ايه، أنا عم بحكي عن الدستور والميثاق واتفاق الطائف، الممارسة مش عاجبتني بالخالص، إيه؟ لكن هون ما فينا نفترض إنه نظام آخر ما له أمراض. هيدا فرضية إيديولوجية. وبعدين النظام اللبناني أنا ذاكر هون شو أمراضه بحد ذاته، لكن ما فيك تعالج مرض إلا بأدويته هو. يعني مثلا كيف عندك استقطاب طائفي، استقطاب لبعض الزعماء، هذه كيف بتعالجها؟ هذه كانت موجوده بهولندا، كانت موجوده ببلجيكا، البيلاريزيشن بسموها. بس كيف بتعالجها هيدي البيلاريزيشن؟ بتعالجها بحركه نقابيه فعله، باشياء ترانس كومينوتير. هيدي القضايا كلها والفعل يلي اغنى تجربه بالعالم للدراسات المقارنة المفيدة لأفريقيا الجنوبية، لقبرص، لسويسرا، لبلجيكا، لزيمبابوي، هي تجربة لبنان. إيه؟ وأنا مني أذكى من غيري، لكن أنا من وقت كنت سنتين حقوق، السنة الأولى علموني قانون دستوري وأخذت 18-20، لكن من وقت اللي تعلمته مفيد، لكن ما له علاقة بلبنان. بلشت أدرس هيدي القضايا، من ذكي، لكن ما كان عنده عقدة نقص. وكل واحد عنده عقدة نقص ما بيتقدم. ايه، بده يتخطاها. الممارسة سيئة جدا. اللي عملت لكم هون ملف، يا لطيف، كتبت مجموعة 600 صفحة، جذور وثيقة الطائف. ايه، وثيقة الطائف ما في نقطة إلا ما هي نتيجة مداولات 15 سنة. إيه؟ من عدا البند متعلق بخروج الجيش السوري من لبنان، هذا كان مفروض. ومؤخرا في اجتماع كان دكتور خالد معنا، بيقول بعض المشاركين قالوا له رئيس حافظ الأسد كتبها بيده، ومن يريد تعديل هذا البند يتصل به شخصيا. وبعدين ليه ما بيتطبق اتفاق الطائف؟ ليه ما بيتطبق الدستور بشكل عام؟
ولا دستور بالعالم يطبق إذا كان البلد بحالة احتلال. إذا بحالة احتلال ما فينا ناخذ هيدا البارامتر. وهون حطيت لكم ديكلاراسيون تصريع مروان حمادي. مروان حمادي وقد كلف الرئيس الحريري يكتب مقدمة البيان الوزاري، كتب مقدمة البيان الوزاري وحط فيه اتفاق الطائف. بيجي عم بيقدمه لرئيس الحريري، بيقول له رئيس حريري قري وحطها بالزبالة. بيقول له شو عمل دولة الرئيس؟ بيقول له بدك تروحنا يا مروان، كان فقط ذكر فقط اتفاق الطائف، ممنوع ذكر اتفاق الطائف، مش سبب صلاحيات فلان وفلان، لأنه في البند حول انسحاب الجيش السوري من لبنان. شفتوا؟ إيه؟ أبدا. لا يمكن لا يمكن لا يمكن دراسة الصيغة. رح تجبروني استعمل كلمة صيغة، استعمال عبارة نظام الدستوري اللبناني، إلا إذا بنتخلص من عقدة النقص ونتخلص من الكهربات الإيديولوجية. ونحن عندنا حالة مرضية إذا بدكم، لكن مفيدة جدا جدا لكثير من بلدان العالم. والأبحاث بهذا المجال بالفعل ما عم تتقدم. أصدرنا كمان آخر فترة إدارة ديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية، وهيدا كله جذوره دكتور خالد إيه؟ التراث الإسلامي والعربي في التعددية الحقوقية، بلوراليزم جريديك. هيدي المنطقة العربية هيدي منطلق لها، والبلوراليزم جريديك ما كان موجود بالغرب. يعني يمكن أن يكون في مجتمع عدة تنظيمات حقوقية لبعض الحالات. بالغرب شوفوا سان بارتليمي، وقت صار في مجزرة سان بارتليمي بين البروتستانت والكاثوليك، طلع الشعار إن فوا إن لوا إن روا، قانون واحد ملك واحد إمام واحد، وطردوا البروتستانت من فرنسا. التعددية الحقوقية، هلأ شو شروط التعددية الحقوقية؟ إلى أربع خمس شروط قانونية تنضبط. فيكم تقولوا نظام الملي نظام رجعي، إيه رجعي، كل شغلة عتيقة تنظرها بتاريخ اليوم رجعية، لكن قابلة للتطوير. مثلا مثل المكوية، المكوية بالماضي كانت على الفحم إيه؟ وصارت اليوم متطورة على الكهرباء إيه؟ وعلى البخار إيه؟ هذه كتبها بغير مجال، كيف تطور أنظمة البلوراليزم جريديك عالميا. شكرا. شكرا دكتور أنطوان، متعة دائما الاستماع إليك وإلى أفكارك. الكلمة للأستاذ ميشيل كيلو. كيفك أستاذ ميشيل؟ صباح الخير. شكرا على الدعوة أستاذ سام وعلى المشاركة اللقاء الغني كما يبدو بالأفكار، والذي أرجو أن يكون مفيدا لكم وللمنطقة. أنا سأنطلق في حديثي بشكل رئيسي عن الإيجابيات وما تضمره من احتمالات، وهي ليست احتمالات إيجابية بالضرورة. أول ملاحظة سأنطلق بها من فكرة قدمها أستاذي إلياس مرقص في نقده لأحد برامج الحزب الشيوعي اللبناني، تحدث فيها بلغة إدانية عن الطائفية. قال إلياس: أنتم تتعاملون مع واقعة تاريخية قديمة وقفت في وجه الانغلاق العثماني وانفتحت على أوروبا في مرحلة مبكرة، وبالتالي حملت سمتين مهمتين، أولاهما أنها تمسكت بحقها في أن تدير نفسها بنفسها ضمن الإطار الذي سمي فيما بعد لبنان، وبالتالي كانت فكرة الحرية فكرة أساسية فيها. والمسألة الأخرى أنها تعاملت مع عالم مفتوح، عالم أوروبي مفتوح يتطور يتقدم، فيه ثقافة مغايرة لثقافة الإمبراطورية العثمانية، خاصة ثقافتها في مرحلتها الأخيرة
مرحلة السلطان عبد الحميد الذي ارتد عن الإصلاحات وعن الدستور كما تقرر في أواسط القرن التاسع عشر، وعاد بنصائح من بعض المتعصبين المتشددين كأبي الهدى الصيادي مستشار ومفتي السلطنة، إلى فكرة أن الإسلام هو نظام متكور على نفسه فيه حلول لجميع المشكلات، حتى أنه يقال أنهم أرسلوا في حينه شخصاً إلى فرنسا كي يدرس ظاهرة التقدم الأوروبي، فعاد وقال الأوروبيون نظامهم ناقص ونحن بحمد الله نعيش في نظام كامل وتام. أحد ما قال عالم النحل كامل وعالم الإنسان ناقص، وهنا يكمن تفوق الإنسان على النحل. هذه الظاهرة التي نتحدث عنها الآن في أوروبا في بعدها التاريخي هذا هي ظاهرة فعليا لا تشبه كثيرا الطائفية كما نعيشها اليوم. فيها فكرة الحرية إذن التي أتاحت للبنان أن ينجز اتفاق ميثاقي عام 1943 فيه أقرار بحقوق للآخر، وفيه محاولة لرسم إطار توازني يحل مشكلات الطوائف بطريقة سلمية وإدارية باعتبارها مشكلات لدولة وليست مشكلات لكيانات جزئية. وفيه فكرة الانفتاح الثقافي والانفتاح على العالم والتفاعل مع العالم وبشكل خاص مع أوروبا وبشكل خاص مع فرنسا، وهذه كلها أضفت على هذا النموذج من الطائفية المبكر صبغة تتخطى فعلياً الطائفية كما نعيشها اليوم، يعني كما نعيشها في ظل طوائف تريد أن تعيد إنتاج الدنيا بدلالة الذاتية. أنا ذاك لا، كان هناك اعتراف بالآخر، قبول بالآخر، واستعداد لإيجاد نظام سياسي تفاعلي مع الآخر يستطيع أن يحل مشكلاته بالأطر، خلينا نقول التي تحفظ السلم الأهلي، التي تحفظ التوازن الداخلي، وإن كان توازناً غير متعادل كما تعلمون قضية 56، لكنها قضية توازنية بالنهاية، وهي بهذا المعنى أتاحت قيام دولة إلى حد كبير احتوت الطائفية والطوائفية كنزعة في إطار الحريات. هذا الآن ينقلب فعليا بعد مرحلة معينة بدأ ينقلب إلى لا، احتواء الحرية في إطار طوائفي وبالتالي نزع الحرية عن المجتمع إذا شئتم، واحتجاز الحرية باعتبارها مسألة لا تصل إلى الديمقراطية. في التجارب الأوروبية خاصة الليبرالية منها كانت الحرية مقدمة للوصول إلى الديمقراطية، هون صارت الحرية بسبب هذا الاحتجاز الطائفي المتأخر الذي سأتحدث عنه بعد قليل بشكل سريع، صارت الحرية فعليا أداة الاحتجاز الديمقراطية ولإطفاء صبغة غير توافقية على النظام الطائفي. إذا الطائفة التي نشأت، الطوائفية التي نشأت في لبنان كما قلت كانت توازنية، وكانت نقطة قوتها أنها قادرة على احتواء المشكلات النابعة عن التكوينات الطائفية، عن مصالح الطوائف وسياساتها وثقافاتها وتبايناتها وخلافاتها. هذه المرحلة في تقديري لم تعد قائمة الآن في لبنان، وأنا الآن سأتحدث قليلاً عن ما أعتقد أنه الوضع الحالي للطائفة في لبنان، للطائفية في لبنان. بالمناسبة يستطيع الإنسان أن ينتمي إلى طائفة دون أن يكون طائفياً، يستطيع أن ينتمي إلى كيان اجتماعي دون أن يكون لديه رغبة، أن تكون لديه رغبة في أن يعيد إنتاج الآخرين انطلاقاً من رؤيته ومصالحه وأهدافه وهمومه وإلى آخره. الطائفية هي هذا، أما أن تنتمي إلى كيان مذهبي أو ديني فهذا ليس بالضرورة انتماء طائفي، انتماء طوائفي بهالمعنى.
أنا أعتقد أنه أنتم تبحثون عن أو تفكرون بتأثير النظام الطائفي في لبنان أو الطوائفية في لبنان على محيطه العربي سوريا والعراق. أنا أرجو أن ألفت نظركم إلى تأثير النظام الطائفي في سوريا عليكم، وكيف نقل الطائفية في لبنان من حالة توازنية تستطيع أن تدير خلافاتها في إطار سياسي وسلمي عبر بناء نظام موازي، دولة موازية داخل لبنان، ألغت فعليا اتفاق الطائف، لم يعد له أي حضور، وألغت فعليا حرية الطوائف في أن تصل عبر النظام التوافقي إلى إدارة مشكلاتها وأزماتها، ووضعت الطوائف تحت يدها كما وضع النظام في سوريا المجتمع السوري تحت يده، إذا شئتم الطوائف السورية تحت يده. وأنا بعتقد أنه هاي المسألة على قدر استثنائي من الأهمية لكم ولنا بالمناسبة، نحن الذين بخاتم للحديث عن سوريا لا نريد أن يقوم في سوريا نظام طائفي بديل للنظام الطائفي الموجود الآن الذي تكفل بتدمير دولة ومجتمع سوريا كما تشاهدون منذ 8 أعوام إلى الآن بالمعنى المادي، وقبل ذلك بالمعنى السياسي والثقافي والروحي والاجتماعي والتفاعلي وإلى آخره. لديكم الآن طوائفية أسدية سورية في لبنان، وهذه الطوائفية ألغت ما كان إيجابياً على مستوى الحريات، على مستوى التوازن، على مستوى إدارة الشأن العام بطريقة حوارية، بطريقة المصالح المتبادلة، التنازلات المتبادلة، بالطريقة الانتخابية إلى آخره، ألغتها عملياً ووضعت لبنان تحت سيطرة طائفية أستطيع أن أقول أنها من نمط مغاير للنمط الذي نشأت فيه قبل، خلينا نقول، أكثر من 100 سنة الحالة الطائفية في لبنان التي كانت مفتوحة على الحرية والثقافة. شكراً لكم، تمنياتي بالتوفيق، وشكر الجزيل لدعوتي مرة أخرى. شكرا أستاذ ميشيل على مداخلتكم، والكلمة الآن للدكتور هاشم داود، تفضل. شكرا جزيلا. بالبداية أنا أشكر مركز المستقبل ومارتن سنتر على الدعوة إلى هذه الطاولة المستديرة اللي أنا أعتقدها شخصيا غنية بالنسبة لنا أيضا في العراق وكباحثين في العلوم الاجتماعية. أنا حقيقة باحث في الأنثروبولوجيا السياسية في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. كانت عندي قضيتين منذ 25-30 سنة، وأنا ممتن لهذه القضيتين، هي اللي دخلتني إلى هذا المركز في وقت كان الناس يسخرون من عندي أنه اهتمامي المبكر بالعشائر، وقالوا لي كيف بالثمانينات احنا المنطقة كلها تسير إلى التحديث وإلى العصرنة وأنت تهتم بفتشي بالي هي العشيرة، فأنت ضد التقدم وأنت متأثر بالاستشراق وأصبحت أنت خارج السياق وأصبحت فرنسي. والقضية الثانية هي كانت حقيقة الهويات الأثنية، صعود المطالبة المطلبية الأثنية كهوية متمايزة في إطار دولة، وكان برنامج علمي كامل أديرة اسمه الأثنية والسلطة، الأثنية والسلطات. ما كان من الممكن عزل الموضوع عن الآخر حقيقة. أن أجي إلى الموضوع، النقطة الأساسية، تأثير أو إيجابيات التجربة اللبنانية على التجربة العراقية باعتباري أنا مختص بالعراق وأنا عراقي أيضا. دعوني أن أقول من البداية أن أتناولها بشيء من الديناميكية، أنه خلا سميها التماثلات أو التناغمات وليس الإيجابيات اللي من الممكن أن نعتبرها. خلنا نتناولها من جانب علوم اجتماعية إلى أي قدر. هذا يظهر إذا احنا نتناول التجربة العراقية ونشوف إلى بعد تأثرها بالحالة اللبنانية. نقطة منهجية بروفيسور مسارة ذكر لها وفي كتبة دائما يذكرها، المجتمعات المتعددة هي مجتمعات موجودة في العالم تقريبا كلها، ليس هناك دولة في العالم ليست دولة متعددة. حتى إريك هابسبوم أعتقد في إحدى كتبه الأساسية يقول هناك 6 دول فيها انسجام بالعالم فقط،
فيها انسجام بين بنائها القومي الأثني وبين شكل الدولة أو الدولة اللي تعبر عنها. كل الدول بالعالم هي دول متعددة بالنتيجة النهائية، إذا كان مش دولة اللبنانية، إذا كانت الدولة العراقية، إذا كانت حتى فرنسا القومية اليعقوبية اللي نشوف الآن متظاهرة منذ كم يوم في الشارع والطالب بأكثر من التنفس، وما أريد أدخل في مجال في هذا الجانب، ليس عراقي يروح يحل مشاكل فرنسا الآن بالعكس. إحنا نحتاج العالم أن يحل مشاكلنا. حقيقة السؤال الأول هي الدولة والهويات، هي هذه القضية الأساسية، السياسة والسلطة والهويات. إحنا بالعراق منذ قرن أصبحت لنا تجربة، تقريبا منذ قرن، منذ عام 21 الماضي إلى اليوم لدينا دولة، وكانت هناك لدينا محاولات لبناء أمة، وهذه الأمة تصهر التعددية، تصهر التعددية باتجاه خلق مجتمع يستجيب لهذه الدولة. أرجو الانتباه إلى المفردات اللي أستخدمها، أنا أقول هنا مجتمع. قبل قليل تم الحديث عن ثقافة، تم الموضوع عن أثنية، تم الموضوع عن مذهب، عن هوية مناطقية. كل هذه المعطيات لها محتوى مختلف ومحتوى ديناميكي ومحتوى يتكيف مع كل زمن. فلذلك أنا أتفق مع المنظور الديناميكي بأنه عندما نتحدث عن بدايات الدولة قائمة على توازن طائفي في بداية القرن العشرين ليس هو ذات الشيء، عندما نتحدث عن دولة الآن تحاول أن ترجع إلى التوازن الطائفي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه الدولة في العهد الملكي حاولت أن تبني أمة عراقية، لم تنجح تماما، كانت تجربة متعثرة، انتهت في عام 58 بتدخل عنيف من خلال الجيش وأوساط شعبية واسعة، وبدأ عندنا نظام جمهوري في أغلب الأحيان عسكري، وهذا النظام حاول هو أيضا أن ينشئ، أن يخلق أمة أو مجتمعا يقوم على شيء من التجانس والمشتركات. الدولة هنا عندها قضية ليس فقط سياسية أداتية إدارية، بل الدولة لديها إشكالية كبيرة، هي إشكالية خلق مخيال. المخيال هو إيجاد مجتمع لماجينير، إيجاد مجتمع كيف يتقاسمون فضاء ثقافي في فترة زمنية ممتدة ويقولون نحن ضمن هذا الفضاء ساتيسباس. وأيضا الدولة عليها خلال هذه الفترة إلى جانب هذا الإيماجينير اللي هو مهم جدا أن يوجد رموز، الناس تبدي تنتمي إلى هذه الرموز وتبدي تدافع عنها وتعتبر هذه الرموز هي رموز مشتركة. احنا عندنا في بلداننا على أقل تقدير العراق اللي أعرفه أنه هذه الدولة هي بالأساس بدت على أساس معطيات كانت تتعلق بمردود أساسي، الاعتماد أكثر شيء على الرأي أكثر مما هو الاقتصاد المنفتح، الاعتماد على مؤسسة عابرة للمناطق وعابرة للجماعات الثقافية والمذهبية والأثنية هو الجيش، الاعتماد على الإدارة، الإدارة المركزية، الاعتماد على التخطيط. هذه كانت أدوات الدولة لإعادة صهر ما هو متعدد وإنتاء شيء جديد وخلق إنسان عراقي. هذه العملية حقيقة دخلت في أزمة كبيرة منذ الثمانينات، وفي التسعينات السلطة رغم الخطاب العراقي بأنه كان يمثل التعددية العراقية، ولكن منذ التسعينات الدولة العراقية، سلطة الدولة العراقية كان تدار أشبه ما يكون بلون سياسي واحد. هنا في يعني فد كونكلوزيون مهم أنه في أكثر الأحيان الهويات، وهذا صراع بين الناس اللي يبحثون في هذا الموضوع منذ قرن تقريبا، الهويات هل هي معطاة بطبيعتها أو الهويات هي حالة تخلق وتفرض من خارج عليها؟ بشكل سريع قسم يسموها أولانية وقسم يسموها ظرفية آنية، بريمورديالست أو سيتواسيونست. البريمورديالست احنا في بلداننا اللي تتعرض إلى هزات
نحاول أن نتسابق مع الزمن نقول نحن الأول في كل شيء. نسم لا première nation. We are the first nation. فعدنا يبدو الأولانية رغم هشاشة دولنا وقرب ولادته، ولكن نحن نميل أكثر إلى هذا الطرح وهذا الخطاب اللي هو بطبيعته ليس ديمقراطي، لأنه فرض الأولوية تخرج من عند الحقوق أيضا، وتخرج من عند أيضا الأولويات، وتخرج من عند المراتبية في نفس الوقت. قول بأنه كل شيء ظرفي، وإحنا نعرف الهويات هي يحتاج إلى كل اللي أنا ذكرته من مخيال إلى رمز إلى أرض إلى بسيكولوجيا إلى تاريخ إلى فرد وإلى جماعة. هذا لا يمكن أن واحد يقوم الصبح ساعة 8 إلا ربع ويقول أنا اليوم والله راح أقرر أن أشكل هوية. هذه الأمور لا تشكل بهذا الشكل، فهي نوع من الحدود سدف خونتيير دو بوندريز يتم العمل عليها، هي موجودة ولكن بشكل مستمر تغنى. هذه بين التجربة اللبنانية والتجربة العراقية، فهي ليست معطاة مرة واحدة وإلى الأبد. التجربة اللبنانية كما قيل هي ليست تجربة الأربعينات وإلى اليوم. على أقل تقدير دور الفرد فيه يختلف، دور الوعي فيه يختلف، دور تعامل الدولة معها يختلف. أنا ما أريد أطول، بس أريد أوصل إلى نقطتين ثلاثة حتى لأنه خلال النقاش هو يأتينا. إحنا على المستوى العراقي بعد 2003 التفتت الذي تم، الخطابات التي تشرذمت بين خطاب لا زال عراقوي قرن لا يمكن مسحه في داخل العراق بهذا الشكل، في هناك خمسة أجيال، وهذه خمسة أجيال تحاول أن تنظر إلى واقعها وأيضا مشروعيتها في داخل هذا المجتمع. هناك خطاب إسلامي عراقي أو إسلامي توكور، إسلامي وحده، وهذا أيضا ما في شيء هنا من الممكن أن أصنفه بشكل إسلامي من ضمن الإسلام، ولكن ما ينطلق من قاعدة العراقية فقط، في يعترف بالحدود، ما يعني في ترانس ناسيونال. إيه، وفي عندنا هنا الآن بعد دولة أو عدم دولة 2003 ما يسمى الهويات المناطقية والعشائرية والقبائلية. كل هذه الحالات كانت موجودة، ولكن كلها فعلت نتيجة أما سلبية الدولة أي غيابها وضعفها وهشاشتها، أو وهذا أيضا مرتبط ومع وليس فقط أو من خلال إشفاع هذه الهويات، خلينا نسميها بشكل مؤقت ما دون الدولة، بفعل وعمل سياسي حتى تتحول إلى منصة وآلية للمطالبة وإعادة تقسيم، إن كان هنا ريع وإن كان هناك فوائد وإن كان هناك سوق وإن كان هناك سلطة وإلى آخره. هذه القضية حقيقة هي الآن تواجه الدولة العراقية. ما وصلنا للآن حتى نبدي من مثل ما تقولون في لبنان نبدي من الآخر، حتى نبدي من الآخر، بعد 15 سنة من التجربة، إدارة واقع سياسي وصولا إلى دولة ما بعد 2003 لم ينجح في داخل العراق. الخطاب الهوياتي الصرف أدام بحدود 4 إلى 5 سنوات، من 2004-2005-2006 إلى 2010 كل الخطابات السياسية في داخل العراق كانت في هذه الفترة هي خطابات أشبه ما تكون أونيفورم. الشيعة تقدموا بحلف انتخابي واحد، السنة الذين أتوا إلى الانتخابات ومن قاطع قاطع مجلس، ومن أتى بصوت واحد، وحتى الأكراد أتوا بصوت واحد. في عام 2010 الشيعة أتوا ب3 إلى 4 قوائم، الأكراد أتوا ب3 قوائم، والسنة أتوا بمجموعة قوائم متعددة. هذه من ناحية الجماعات. الاختلاف اللي عدى أستاذ مسر دائما أثار بعلبك بعلبك بعلبك، أنا ظلت عندي كلمة بعلبك. إحنا بالعراق هذه إلى في فترة يعني الدولة العراقية الحديثة أنه هذه الهويات والأثنيات والجماعات اختلطت على الأقل في بغداد والمدن الكبيرة. منذ 15 سنة العنف والصراع والتدافع خلق إلى حد ما نسبيا أغلبية مناطق العراق منسجمة مع ذاتها. فلذلك إدارة الفضاء لسباس اللي يتم تغيطوريال يعني الأرض أصبحت إدارة سياسية،
والمطالب أصبحت مطالب سياسية. من عام 10 وخاصة من عام 14 إلى اليوم الخطاب الهوياتي الجامع تفكك من ناحية صراعات سياسية عنيفة من الأطراف للتفاوض حول تقسيم المركز وريع المركز، وبالتالي قاد إلى تصادم بين الخطابات السياسية اللي موجودة في داخل كل جماعة. نحن الآن اليوم وتوقف عند هذا الحد، لا نقدر نقول في العراق هناك خطاب شيعي وهناك خطاب سني وهناك خطاب كردي. الأكراد أتوا قسم من عندهم إلى بغداد والقسم الآخر بقى في أربيل. الشيعة قسم من عندهم يقولون نحن مع دولة عراقية ونحن امتداد إلى العراق ونحن عراقيون وإلى آخره، مع جيش عراقي ومصلحة عراقية وتحالف دولي والعراق ضمن محيطة إلى آخره. وفي طرف آخر شيعي يقول لا، نحن امتداد إلى واقع تاريخي موجود ولنا صلات تاريخية موجودة بالبداية مع شيعة موجودين في داخل إيران، شيعة موجودين في داخل السعودية والخليج ومناطق أخرى من العالم. هذا النوعين والنمطين موجود. احنا انتقلنا من تعبئة سياسية، الآن أصبح الحدود ليست فقط سياسية بل عسكرية. مع ضعف الدولة وعسكرة الهويات ما دون الدولة وعدم قدرة الدولة كناظم إدارة حالة العنف، العراق ليس بمنأى في لحظة ما أن ينزلق إلى مصادمات عسكرية بين الأطراف التي تحاول أن تتقاسم السلطة بكل ما لديها من مادي وغير مادي. نحن في هذا الوضع. الحالة اللبنانية حالة هي نتناغم معها، حالة ديناميكية. في الغالب العراق يشير إلى الحالة اللبنانية ضمن سياق التاريخي كحالة سلبية، وحتى لا أحد يزعل من عندي، كثيرين ينظرون إلى العراقية أيضا كحالة سلبية. الآن عندما يقال إيراكيزاسيون للكونفلي، يعني ليس أنا شفت بالتلفزيون الفرنسي مش هذا السبت اللي قبله، قالوا هذا السبت إدارة العنف كان في باريس أفضل من السبت اللي قبله. هذا السبت كان إدارة للعنف، السبت الماضي كان عنف صرف. فبعدين الصحفي أضاف قال السبت الماضي سيت بغداد. فإحنا يعني قصدي أصبحنا النموذج في هذا الجانب، فليس أنا اللي يعطي درس أمامكم اليوم في هذا الموضوع. ولكن إذا أريد أقول شيء واحد، بما أنه الهويات هو أساسا من خلال إشفاعها من الداخل والخارج مع شيء اسمه سلطة وسياسة وبالتالي دولة، أنا أعتقد إحنا القضية الأساسية يتعلق بالدولة، الدولة والتفكير ما هو هذا الناظم الذي علينا العمل لإيجاد توازن داخلي فيه للتعامل مع الجماعات المتعددة مع الفرد في قرن 21. أنا أعتقد الدولة الهوبسية بسيادتها المطلقة مع إلغاء الفرد والجماعات هذه أصبحت معيقة. لا أقول بأنه ما أصبحت ممكن ترجع، نحن نرى التسلطيات الآن تصعد في كل العالم، ما في وقت أرجع للنيو ناسيوناليزم إلى آخره، ولكن فقط أريد أقول بأنه الدولة هذه علينا التفكير في شكلها لفام ديتا، وأيضا بتفكير بما يسمى خل أمس فت قضية مقدسة للناس اللي هم في داخل الدول، السيادة. احنا في الواقع العراقي اليوم أنا حقيقة دائما أمام الحالة الكردية، ومن الممكن أن تكون عندكم حالة كيف نتصرف مع واقع كردي الآن هو موجود مستقل من عام 91، لديه واقع اقتصادي داخلي، لديه ممثليات سياسية، لديه علاقات دولية، لديه جيش، لديه علم، لديه رموز، مدارس، ثقافة، لغة، واعتراف شبه دولي واقتصاد محلي، ما عنده عملة أوكي ولا اعتراف أمم متحدة. كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ ما هو مفهوم السيادة هنا من ناحية أن يتعاطى معها كردي عندما يكون خارج العراق؟ عندما يكون الاستفتاء الكردي أنا كتبت عنه بالفرنسية، قلت بأنه ستنابل على بارتاج دو سوفرينتي. هل هو كان سابق لوقته؟ هل هو ضمن الوقت؟ يعني تقاسم السيادة هل هو ممكن؟ كيف هو التفكير في هذا الجانب؟
وكيف انه حقوق ومكانه الفرد كانديفيديو كسوجي سوسيال انه ايضا ما ينثلم ضمن هذا الواقع. وانا اسف للتاخير، انا كنت يفترض ان اتكلم 10 دقائق. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا دكتور هاشم، بعد ثلاث مداخلات حقيقه غنيه ومستفزه بالمفهوم الايجابي للتفكير، نفتح باب الحوار برجاء البقاء، يعني ان يقدم كل زميل صديق نفسه مشان التسجيل، وبحدود دقيقتين ثلاث حتى نعطي بعد ذلك ثلاث دقائق لكل مداخل. تفضل. شكرا جزيلا دكتور واثق الهاشمي، رئيس المجموعه العراقيه للدراسات الاستراتيجيه. انا اتفق كثيرا مع الدكتور انطوان مسره عندما يتحدثون عن الصيغه، لكن التطبيق هناك خطا كبير في هذا التطبيق، هناك مشاكل. الصيغه اللبنانيه اتت لان يكون هناك حاله توافقيه بين شركاء، الشركاء تحولوا الى اعداء، وهذا الامر في العراق لا يتعاملون كشركاء سياسيين، يتعاملون كاعداء، احدهم يغتنم الفرصه على الاخر، وبالتالي في طريقهم الى ان يضيع البلد مع الاسف الشديد. الحاله التوافق أو حالة الشراكة الوطنية أنا أعتقد اللي طبقت في لبنان وفي العراق صيغة لا تستحق التطبيق في أي نظام سياسي في العالم، لأنها كانت صيغة سيئة في كل تطبيقاتها حتى إلى المواطن. في العراق بعد 2003 كان هناك شحن، كل يبحث عن مصالحة، الشيعة، السنة، الأكراد، تركمان. الآن وصلنا إلى مرحلة في ظل ما موجود أنه المواطن بعد أن دخلنا في حرب طائفية بدأ يتماسك، حتى المدن اللي خلقوها السياسيين، كانتونات مدينة تخش بها في نفس وسط بغداد، هاي كانتون شيعي وهاي كانتون سني، الآن هاي الحالة بدأت تذوب، رجع المواطن يجتمع مرة أخرى، وأنا أعتقد هاي حالة سلبية. واقع الحال في تجربتنا، أسأل دائما في ظهوري في الفضائيات ماذا فاد الشيعة الشيعة اذهبوا إلى العراق، حتشوفون المحافظات الشيعية تحت خط الفقر بإدارة شيعية، فساد، نسبة الأمية 30%، الفساد، وكذلك السنة الآن تحول البيت السياسي الشيعي إلى صراع شيعي شيعي، واليوم ما يحدث في وزارة الداخلية واضحة، صراع سني سني 28 مرشح لوزارة الدفاع، صراع كردي كردي دخل على الخط، والآن جديدنا صراع مسيحي مسيحي على وزارة الهجرة والمهجرين. الأنبار محافظة سنية، يعني ملاحظة صغيرة جداً، مدينة صار بها نازحين تنظيم داعش، الدولة قررت أن تمنح أموال لمساعدات للنازحين، المحافظ السني ورئيس مجلس المحافظ السني لا يوجد شيعي واحد فيها، كل واحد عوض نفسه بمليار و700 ألف دينار تعويضا عن بيته. بالتالي المواطن العراقي يشعر أن هذه التطبيق غير صحيح، من السلبيات الخطيرة. كل تفرح بالديمقراطية، الآن المواطن عندما يتحدث حتى من يطلع بالفضائيات في برنامج مباشر بدأ يترحم على الأنظمة الدكتاتورية، يقول لا أنا على الأقل النظام الدكتاتوري كان محمني مني الأمان والمستلزمات البسيطة، أنتم فقدتوني الأمان والسلم، فقدتوني المستلزمات المعيشية، وفقدتوني كل شيء، وأنا أعتقد هاي ظاهرة خطيرة. شكرا دكتور. شكرا. تفضل. مرحبا، حسن النيمي. ربما قد تكون المسألة وأنا أطرحها بهذا الشكل للتقدم بتنبيه عفوا، ربما قد تكون المسألة في القرن الماضي بالنسبة للمشرق وليس بالنسبة لمصر أو تونس أو المغرب مثلا هي مسألة تحقيق الدولة الوطنية، أي أن الدول التي أقيمت في هذا في السياق المشرقي لم يكن لها من السوابق، ربما باستثناء لبنان، لبنان المتصرفية، لبنان الجبل، لم يكن لها عمق تاريخي على أساس أنها إطار وطني. وعلى هذا الأساس أنا أذكر ذلك للإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن التوجهات الفئوية أو التوجهات العابرة للحدود على أنها حالات أقرب إلى المرضية فيما أن الشعور الوطني هو الأساس، ربما نحن هنا نقدم على بعض التجاوز للواقع التاريخي، الواقع التاريخي الذي يقول بأن هذه المنطقة لم يكن لها ضمن هذه الأطر حضور وطني، شعور وطني، مجددا باستثناء لبنان الذي استفاد من تجربته في المتصرفية ليوسعها وليقدم الحالة الاستمرارية لنظام الملل العثماني، أي أنه نشهد بأن في هذه الدول الثلاث تحديدا لبنان، سوريا والعراق، النظام الطائفي بين مزدوجين هنا
بقي قائما، ولكن النظام الطائفي اللبناني كان استمرار للملل العثماني، لنظام الملل العثماني مع تطوير له، أي بإخراج ضمن النظام العثماني كانت الطائفة السنية إذا صح التعبير، أي المسلمون هم الطائفة الغالبة ضمن النظام اللبناني، وضعت مسألة الغالبة جانبا ضمن كل من النظام السوري والعراقي. بعد نجاح عراقي إلى حد ما في السعي إلى إقامة الدولة الوطنية، أوافق مع الأستاذ هاشم داود بأن كان هناك تعثر، كان هناك ارتباك، كان هناك حتى في أواخر في ابتداء من الثمانينات، حتى ابتداء من الثورة الإيرانية تحديدا، سعي إلى تطييف النظام، ولكن كان هناك سعي لإقامة دولة وطنية. أما فيما يتعلق بالنظام السوري تحديدا، نحن هنا أمام زعم وطني وتطبيق طائفي، أي عند، ولكن هذه الإشارة كلها للتنبيه إلى التالي: أعتقد بأنه من الإساءة إلى الحقيقة التاريخية التعامل مع الحركات، مع التوجهات الفئوية والتوجهات العابرة للحدود على أنها حالات شاذة أو مرضية. قاسم، سوري. صباح خير قاسم قصير، كاتب وباحث مختص بالحركات الإسلامية. طبعا شكرا للمتحدثين. أنا عندي بعض ملاحظات سريعة، خاصة للأستاذ ميشيل كيلو، يعني وأن الأزمات في لبنان ليست مرتبطة بالوجود السوري في لبنان أو بنشوء حزب الله. الأزمات في لبنان سبقت الوجود السوري وسبقت نشوء حزب الله، والدليل على ذلك أن النظام اللبناني أو صيغة تعرضت لمشكلات عميقة تمثلت بأحداث 58 والحرب اللبنانية، وجاء اتفاق الطائف ليعالج كل الأزمات ما قبل الحرب اللبنانية ويقدم بعض الطروحات. الصيغة اللبنانية تميزت كما تفضل الدكتور أنطوان بالتعددية، بالحريات، وبالديمقراطية النسبية بسبب مشكلة الطائفية، بالتعايش، بالانفتاح على الخارج سواء كان عربي أو غربي. يمكن السيد فضل الله دائما يقول أنه يمكن أهمية لبنان أن المسيحيين في لبنان أعطوا لهذه الصيغة نسبة الديمقراطية والحرية، وهذا طبعا فضل للمسيحيين. المشكلات التي تواجهها الصيغة اللبنانية طبعا برزت بالحرب اللبنانية، سواء مشكلات لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالوضع الطائفي، والبرنامج الإصلاحي للحركة الوطنية كان محاولة للرد على هذه الإشكالات، وما يؤكد أن المشكلة كانت موجودة. اليوم بس بالنسبة لسوريا والعراق، طبعا مع تقديري يمكن لأن هناك مشكلات تشبه لبنان وسوريا والعراق، لكن لم تعد أنا برأيي الأولوية للمشكلات الطائفية أو المذهبية. الآن المشكلة المشتركة بين لبنان يمكن وسوريا والعراق وكل المنطقة هو الفساد، يعني لم يعد الآن أحد يبحث عن موضوع الطائفية بلبنان، الأولوية الآن للفساد، ومشكلة الفساد هي مشكلة مشتركة. إذا كنا نستطيع أن نؤمن نظام يعالج الفساد في لبنان، هذا يخدم سوريا ويخدم العراق ويخدم المنطقة كلها. المسألة الثانية أن اتفاق الطائف جاء ليعالج مرحلة، اليوم بعد تقريبا 28 أو 20 سنة تقريبا، لم يعد، أنا وجهة نظري شخصية هذا، لم يعد اتفاق الطائف يعالج المشكلات المستجدة التي برزت منذ 1989 إلى اليوم. هذا يؤشر أنه ليس هناك مشكلة، أنه إذا تغيرت المعطيات أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد. يعني نحن بحاجة، العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي كان بحاجة لعقد اجتماعي جديد. الذي حصل من 2003-2018 أن الأزمة الطائفية هي التي تحكمت بالوضع العراقي. اليوم الانقسام داخل الطوائف بالعراق، لم يعد انقسام بين الشيعة والسنة أو بين الأكراد. لذلك أنا ما أريد أن أقوله، كما أن لبنان بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد وإلى رؤية جديدة، سوريا والعراق بحاجة إلى رؤية جديدة، وتحاول أن يعني تقدم يعني مقاربات جديدة. طبعا كما هلأ يمكن لفتني كثير لحكي الأستاذ هاشم يمكن أو موضوع الأكراد. طب إذا كان بالعراق هناك شبه دولة اسمها دولة الأكراد، هي تتحكم الآن بمسار الأكراد، لكن هناك صيغة لمعالجة. يعني إذا صح أن في لبنان هناك دولة تحت الدولة، طب لماذا لا نبحث عن كيفية معالجة هذه الصيغة؟ لأن لا يمكن معالجة مشكلة حزب الله إذا كان البعض يعتبرها مشكلة باعتبارها أن هي التي يعني هي سبب كل شيء. يعني هناك قسم من المشاكل في لبنان حزب الله ليس له علاقة فيها، لا بوضع سلاحه
لا بموضوع دوره الخارجي، لا هناك مشكلات لها علاقة بالنظام اللبناني، وأهمها يمكن كما ذكرت موضوع الفساد وموضوع الطائفية. ما نحتاجه اليوم أنا برأيي يمكن شيء إيجابي بهذه الندوة، أنه إحنا كعراقيين ولبنانيين وسوريين ويمكن إذا بينضموا إلنا أردنيين ولاحقا مصريين، أن نقدم مقاربات جديدة لبناء الدولة الحديثة. يعني فكرة الدولة الحديثة التي تتميز سواء تحت عنوان الحوكمة أو الدولة المدنية، نحتاج إلى رؤية جديدة تعالج مشكلات القديمة والمشكلات المستجدة. والموضوع الأخير موضوع يعني في نظريات أنا كنا ندرسها ونسمعها، أنه تحكم الدولة بموضوع العنف، يعني هذه أحد أبرز أن الدولة الحديثة يتحكم بالعنف. الآن في العالم لم يعد الدولة لوحدها تتحكم بالعنف، يعني صار في عنا بأمريكا هناك نشوء إلى جانب الدولة، يمكن قوة تحتاج الدولة لقوة جديدة يعني تسمح بالعنف بالسلاح. بأمريكا السلاح مسموح لكل الناس ويستخدمون السلاح، سلاح قصدي يعني قصدي وجود السلاح خارج إطار الدولة يجب إيجاد له صيغ. يعني إذا وجد السلاح خارج الدولة كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ يعني فكرة الفكرة القديمة أن السلاح خارج الدولة هو فقط سلبي، بدنا نبحث له بأطر جديدة حتى نعالجها، بس يعني مش أكثر. شكرا. شكرا سيد قاسم. فخامه رئيس ثم معالي الأستاذ إبراهيم، ونعطي الكلمة للمتدخلين، وطبعا في الجلسة الثانية ممكن استمرار. يعني أنا موافق تماما على المقاربة، المقاربات اللي تقدمت اليوم، دخلنا بعمق البعد المذهبي والطائفي بهالصراعات العربية وتأثيرها على الأنظمة أو على الاستقرار في تلك المناطق، كان الاستقرار الأمني أو الاستقرار المؤسساتي. في نقطة أنا حابب أنه ما انذكرت، لا يمكن أنا بنظري هي أساسية، رغم أنه معالجتها يمكن تتطلب جهد إضافي أو تفكير بهالموضوع بحد ذاته، هو موضوع الحوكمة الرشيدي. يعني هالقضايا الخلافات السياسية الكبيرة أو الصراعات المذهبية أو الطائفية أو الدينية سموها البتونية، في بعد معين أو عنصر أساسي يمكن ما عم نعطيه الأهمية الكافية، واللي هو لولا تحقق أو لنا عمل جهد لتحقيقه لربما كان خفف من كثير من الصراعات أو من النزاعات أو الحساسيات بين على المواضيع اللي ذكرناها في هذه الحلقة. أنا بعطي طالما عم ننطلق من التجربة اللبنانية، بعطي تجربة سنة 58 بلبنان. 58 كنا نحن بثورة، وثورة فرزت بين مسلمين ومسيحيين، واضح يعني أنا فيني أعمل أطروحة حول هذا الموضوع حول مرحلة 58. إجا عهد فؤاد شاب وأدخل عنصر الحوكمي على الصراع اللبناني المذهبي أو الطائفي سموه البتكوني أو الديني، أدخل عنصر الحوكمي ورفع الصراع من حالة إلى حالة أخرى، وحقق استقرار كبير. أولا سهل الحوار بين الطوائف، واثنين حقق استقرار سياسي وعزز إلى حد بعيد مفهوم السيادي. فهالتجربة اللي احنا عشناها كذلك أمر، يعني يمكن هلأ بدأ مزيد من البحث لربما أو العمل من أجل حقيقة منه هين كثير، إنما أنا بتوقف طالما عم نحكي عن التجربة اللبنانية كمان ناخد هالإيجابية هذه ونتعز منها، إنه موضوع الحوكمة الرشيدي هي اللي أنقذت لبنان وأعادت الاستقرار وأعادت اللحمة بين اللبنانيين سنة 58، واستمرت إلى حد طويل لحد ما دخل العنصر الفلسطيني وهو فجر الأمور. اللي فجر الأمور سنة على بالسبعينات ليس هو قضية الصراع المسلم المسيحي أو الحساسيات أو سموه البتكونية، إنما العنصر الفلسطيني اللي عطل أو أعاق المسيرة السلمية اللبنانية. فمن هون نحن يعني الموضوع الحوكمة الرشيدي واللي حكى عنها دماما الصديق قاسم، أو حكى عنها كذلك أمر بالأستاذ هشام بموضوع
الدولي إعادة إنقاذ الدولي. هذه بعتقد نحن عم نحكي عم نتوقف عند هذا العنصر هذا البعد، عم نتوقف عنده على هامش البحث المعمق حول علاقات الناس من بعض البعض. بينما بتصوري يستحق هذا الأمر الحوكم الرشيدي، يستحق وتجربة، عم نحكي عن تجربة ما عم نحكي كلام يعني هيك أفلاطوني. هذه تجربتنا نحن سنة 58 كانت مفيدة جدا نتوقف عندها، ومنعرف تماما أنه نحكي عن قضية الفساد وقضية الزبائنية وإلى ما هنالك، كانت هالعناصر هذه كانت مثل ما بتتابع أكان في لبنان ببعض المحطات، يمكن المحطة الأخيرة يمكن عم نمتاز فيها، أو اللي بتابع في سوريا أو في العراق أو في غير دول، موضوع الفساد وموضوع فقدان الحوكمة الرشيدة كان سبب تباعد الناس من بعض البعض، وحتى ضمن الطائفة الوحدة وضمن المذهب الواحد. فمن هون فقط أنا حبيت أتوقف عند، إذا عم نحكي عن التجربة اللبنانية والإفادة منها، موضوع الحوكمة مفروض الرشيدي مفروض تدخل بصلب بحثنا، لأنه هذه اللي بتأمن التوازن، بتأمن حد أدنى من المساواة، بتأمن حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي، بتوقف الرفض للأنظمة بسبب موضوع الفساد، بسبب موضوع الزبائنية، بسبب موضوع الفئوية إلى ما هنالك. شكرا. عليك تفضل. ثم نختم. شكرا. يعني بشكل سريع أنا بلش بقول مبدئيا الصيغة اللبنانية صالحة للاعتماد، طالما يعني عم نحكي عن العراق وسوريا صالحة للاعتماد، بس ينبغي التمييز بين الصيغة اللبنانية وبين النظام اللبناني. نظام لبناني نظام فاسد هو وأكثر رجاله، يعني صيغة التطبيق أو نظام التطبيق هو أفسد الصيغة اللبنانية. نعمل بعض التعريفات على يعني قاعدة أستاذنا الدكتور أنطوان مسرة، لأنه الأشياء بأسمائها، يعني إذا أسماءها غلط لا تفهم بشكل صحيح ولا تطبق بشكل صحيح. ابتداء صيغة لبنانية مش توافق إسلامي مسيحي فقط، صيغة لبنانية فيها ثلاث مكونات أساسية وكبرى: توافق إسلامي مسيحي مع حريات مع ديمقراطية، بدون ديمقراطية حتى المسلمين بصيروا أقلية وبصيروا موضع للتنكيل وللاستضعاف. ديمقراطية أحد الشروط الكبرى في تكوين الاجتماع السياسي اللبناني، وقطعا في تكوين أي صيغة سياسية في المحيط. وبعود بذكر هالأمر لأنه أرى أن هناك خطر يعني واقعي عم بيتكون، أنه لبنان ينزلق نحو صيغة فيها استبداد وانتزاع الحريات وانتزاع الديمقراطية، وتقريبا كلنا ساكتين، يعني نحكي شوي بس مش عم نقاوم. هيدي شغلة يقاوم من أجلها مقاومة وطنية لبنانية صحيحة، ولكن بكل أسف في استسلام لصيغة النظام ورجاله الفاسدين. بالتعريف شو هي الصيغة اللبنانية؟ أن هناك توافق بين تنوعات ثقافية ودينية إيمانية أن تعيش في دولة واحدة، وأن تتشارك إدارة هذه الدولة في صيغة مكتوبة. هذا التوافق مكتوب في صيغة دستورية خاضعة لصياغة كتاب الدستور. الدستور اللبناني دستور صحيح، مش ورقة مكتوبة على جنب بلغة غير صحيحة، لا، تعابير الدستورية صحيحة، صياغتها تسلسلها إلى آخره، وبالتالي في نص مكتوب منه جنتلمان أجريمنت، بس يروحوا جنتلمان ببطل في أجريمنت، وراحوا جنتلمان على فكرة. وإذا أطروحة ابن خلدون يعني تصح، الجيل الأول جيل المؤسس بيعمل شيء منيح، الجيل الثاني الذي ورث أو أورث يعني بسبب الوجود السوري ربما ما كان نفس الحرص، وما بعرف إذا في شيء جيل ثالث، يعني الجيل الثاني يطيل عمره بنفسه صار. إذن هاي الصيغة المكتوبة أهميتها أن صيغة مدونة وملزمة لجميع الأطراف صالحة للتطبيق. بذكر بشكل سريع الآن أنه الشيخ شمس الدين عام 2000
طرح يعني في الوصايا اللي بتعرفوها كلكم أو أكثركم تعبير يا حبذا لو أن هناك طائفا عراقيا. شو الطائف العراقي يعني يلي كان طائف؟ مش الصيغة الطائف أو الصيغة اللبنانية تحديدا بعناصرها الأساسية كما كتبت بالألفين وثلاثة أنا أنه يكون في مبادرة عربية، وأن ألتقي مع الدكتور مسرة أنه الأمراض المحلية تعالج بأدوية محلية، هاي واحدة مبادرة عربية تشكل صيغة لإيجاد حل العراق اللي كان محاصر في حينه ويعني تحت عذاب شديد وما شابه، أن تكون هذه صيغة تعتمد. وكان عنده نية أن يباشر مبادرة معينة مع رؤساء العرب ولكن توفاه الله. من الجانب السوري كمان تذكرت اليوم صباحا إذا صح التعبير أنه عام 2012 أو 2013 يعني علمت لأني أخبرت أنه في أوساط الأمم المتحدة هناك بحث جدي جانبي في الغرف الخلفية إذا صح التعبير، غرف الخلفية النظيفة طبعا يعني، لإيجاد محاولة إيجاد صيغة حل للحرب السورية إذا صح التعبير. ويعني انطلب مني بشكل غير رسمي أو تمني إذا في أفكار يعني عنا نحن أن تقدم لاعتمادها أو للاستعمالها. والشيء اللي ذكره جناب دكتور حتي أعتقد هو دليل إضافي أنه طرحت صيغة طائف أو ما شابه للحال السورية. إذن هالمحاولات موجودة وصيغة تنوع تجمع في لبناء دولة صيغة دستورية مكتوبة لتنوع وتعدد ثقافي ممكنة الحصول وتحصل. دائما الإشكال في كيفية إدارتها. بشكل سريع يعني أعتقد أحد المتكلمين حكي عن جمهورية، يمكن الدكتور هاشمي، إنه جمهورية عسكرية. كل الأزمات صارت بالجمهوريات العربية يعني اللي ينبغي أن تكون فيها ديمقراطية وما شابه، ولكنها أنشأت وأنتجت ملوكا طويلي العمر إذا صح التعبير مع استبداد مطلق. صيغة لبنان منيحة ولكنها أتلفت ووصلنا الآن إلى صيغة خطيرة جدا، هي في كونفدرالية طوائفية أكلت الدولة من داخلها، وأعتقد أن نفس الصيغة هي في خطر شديد. شكرا. نعطي الكلمة للمدخلين. دكتور أحمد فتفة تفضل. صباح الخير أول شيء، شكرا لأصحاب الدعوة. الحقيقة ما نحكي عن بالمنطق الأولي هو الصيغة وإيجابياتها. إذا كان في إيجابية أساسية للصيغة اللبنانية أنه بخضم الوضع في الشرق الأوسط بعد وجود دولة إسرائيل، كانت الدولة الوحيدة اللي قدرت حافظت على الحد الأدنى من الديمقراطية والحريات في هذه المنطقة كانت لبنان. وهذا أكيد في دور مهم للصيغة اللبنانية فيها بغض النظر عن الممارسات، علما أن الصيغة اللبنانية مرأت بفترة حوكمة، هي الفترة الشهابية ومحاولة إيجاد حوكمة حقيقية عبر المؤسسات اللي بعضها ما زال قائم حتى اليوم بنجاح وبفشل نسبي. وبالتالي اعتماد منطق الصيغة أنا موافق عليه، أنه الصيغة فيها أساسيات إيجابية تحتاج إلى تطوير ونوعا ما من adaptation لكل بلد ولكل منطقة حسب تكوينها وحسب وجود الإمكانيات السياسية المرحلية بكل منطقة وبكل بلد. بالتأكيد ما طبق في لبنان بمرحلة 43 لا يمكن أن يطبق لا اليوم لا في سوريا ولا في العراق، لأن تطبيقات مختلفة وتوازنات القوى مختلفة. إنما الفكرة هي الفكرة قائمة على إيجاد إطار يسمح بتداول السلطة بحرية وبديمقراطية ضمن أكيد منطق أو الحوكمة الرشيدة المطلوبة في كل بلاد العالم وبكل المؤسسات. من الحوكمة الرشيدة مش مطلب نظامي، هذا مطلب أساسي في أي مؤسسة مش ليس فقط في أي دولة. هون أنا بدي أعود بس بدي أسأل سؤال للبعض القيمين على الشؤون الدستورية والقانونية الدولية، هل فعلا سقطت
سقط منطق انه الدولة هي واحدة التي تتحكم بالعنف، لانه امتلاك السلاح الفردي هو مختلف كليا عن امتلاك السلاح من قبل الجماعات المنظمة والاحزاب السياسية، والاستعمال السياسي للسلاح مختلف كليا عن منطق انه فرد يملك السلاح في منزله، مثل ما هي حاصلة تقريبا في كل دول العالم. اصلا في لبنان بالمناطق الريفية امتلاك السلاح شيء تقليدي وطبيعي، بسويسرا لغاية اليوم امتلاك السلاح الفردي، انما السلاح المنظم يبقى حق الدولة، استعمال العنف يبقى حق الدولة كوسيلة لتطبيق القانون. فمن من من هالنقطة هيدي لا يمكن ابدا القبول بمنطق أن استعمال العنف أو امتلاك السلاح يعمم ويصبح وسيلة سياسية، وإلا ستسقط كل المقومات اللي قامت عليها الديمقراطية واللي قامت عليها الحريات، لأن من يملك السلاح الأقوى يفرض شروطه على الجميع ويلغي أي منطق للحوكمة وللديمقراطية كما هو حاصل في كثير من البلدان. شكرا. شكرا. أنا عندي انطلاقا من كلامكم أربع أجوبة سريعة، هي بالفعل أسئلة أيضا. الأول هي ما كيف تكون الحوكمة الرشيدة في هذا النوع من الأنظمة؟ في أرجوكم في هذا النوع من الأنظمة. عندي هون فصل كامل بالموضوع، وعملنا عدة حلقات مع سويسرا وصدروا بعدة كتب، وعندي يعني في شروط لا في هذا النوع من الأنظمة. الموضوع الثاني هو اللي سمعته عن بناء الدولة الوطنية والبناء القومي والتوافق، هيدي أساساً الفكرة نشأت سنة 1971 بمؤتمر اليونسكو حول أنماط البناء القومي في العالم، وغيروا بالفعل بقضية النيشن بيلدينج، وكان في حديث عن النيشن بيلدينج بار كونسوسياسيو مثل حالة سويسرا بلجيكا وذكر لبنان بعد حروب طويلة ما فيها منتصر. إذن هيدا نمط فقط في البناء القومي، مش توافق ما بدي عين بلانتون أو بدي حط هيدي كلمة وتلوثت بالاستعمال اللبناني. القضية الثالثة، وهنا في تعامي عن مواجهة الموضوع، السؤال هو التالي: عندنا بالدول العربية مشكلة مساواة ومشاركة عربيا، كيف نعالجها؟ بعمل انتخابات بمصر عدة مرات بينجح واحد أو اثنين أقباط، عندي مشكلة في نسيج عربي متعدد بالتاريخ، عم بيصير في عزل وإبادة وما إلى ذلك، كيف أعالجها؟ في طريقتين بالمعالجة. الطريقة الأولى الصهيونية، مساحة جغرافية لدين معين، وهون حتى الإسرائيلية أدخل عم بمأزق. والطريقة الثانية هي انطلاقا من التراث العربي والإسلامي في إدارة التعددية مع عصر النطي. هيدا هو السؤال. الطائفية منا مشكلة لبنانية، هي مشكلة عربية. لبنان عالجها بطريقة عرجاء، ولكن ولا دولة عربية بتزايد علينا بالموضوع. وعدة مرة مؤتمرات عربية بسمع أساتذة الجامعيين بينتقدوا لبنان والصيغة اللبنانية والطائفية، وقلت له مرة لأستاذ بمؤتمر: على الأقل نظام اللبناني ترك لك مجال حرية تنتقده، بس نحن ما نفشة خلق لأنظماتكم أنتوا العربية، جرب انتقد نظامك تشوف. والسؤال الرابع هي قضية الدولة، لأنه سمعت قضية دولة ودولة وطنية والقوة والدولة، الحمد لله دكتور فتوى عالج الموضوع. ما عم نقرأ شو عم بصير اليوم بمفهوم الدولة بالعولمة والقوى ترانس اتاتيك وضعف الدولة
حتى بالدول الديمقراطية وكتابات نوربرت إلياس لديناميك دو لوكسيدان، كيف الدولة اللي هي نتاج 4 قرون من الجهد في الغرب عم تضعف تجاه قوى أخرى. هيدي فكرة الدولة الوطنية، هيدي من تراث بعض الفكر القومي العربي وبده شوية تنظيف ومراجعة. شكرا. شكرا أستاذ ميشيل. أستاذ ميشيل إذا عندكم تعليق في حدود دقيقتين. نصيف فيني علق تعليق صغير قبل ما تروح على ميشيل؟ والله معلش للجلسة، لأنه طلبوا لو سمحت للجلسة الثانية بعدين. لا على هيدي الجلسة، لأنه الحديث ابتعد عن عنوان الجلسة بكل صراحة. ما هي إيجابيات الصيغة اللبنانية ومزاياها الصالحة للتطبيق في كل من سوريا والعراق؟ أنا ما سمعت حدا قال عن لا عن إيجابيات ولا عن سلبيات بوضوح وصراحة. سلبيات فقط. شكرا. بس لا كلمة لك بعد ذلك دون شك. أستاذ ميشيل تفضل. شكرا عزيزي. يعني أنا هيك بكل بساطة هناك قضية توافق وظيفية يمكن ترتفيق، واليوم هناك نمط مختلف هو طائفية أقصائية لا علاقة للدولة لا بطريقة الحرب ولا السلم ولا السلاح ولا الإدارة ولا القرارات العامة ولا تعيين المسؤولين ولا الانتخابات ولا أي شيء كان. للدولة الشرعية الرسمية الدستورية أمام الدولة الأخرى اللي يعني هناك من يدافع عنها بطبيعة الحال. يعني أنا بعتقد أنه الدولة الحديثة قامت على فكرة جوهرية هي إخراج العنف من المجال العام واستبداله بالتوازنات والحوارات والنظام التمثيلي والمصالح المتبادلة وإلى آخره. إذا كنا أمام حالة يحدد فيها العنف كل ما له علاقة بالمجال السياسي، فما بنقدر نقول أنه والله هي كانت حالة موجودة تاريخيا بلبنان أو بغير لبنان. كان هناك نظام لديه مشكلات يدير بهذا القدر أو ذاك من الكفاءة، فيه الكثير من العيوب، فيه الكثير من النواقص، لكنه لم يكن هناك نظام قائم على أقلية أو مجموعة أو كيان يقصي غيره ويتعامل مع الدولة باعتبارها أحد تكويناته الجزئية. شكرا لكم. دكتور هاشم، كلمة أخيرة قبل استراحة قصيرة ونعود إلى أنا حقيقة بس حبيت أن أتوقف عند نقطة واحدة عن التجربة اللبنانية والتجربة العراقية، أو بالأحرى التجربة اللبنانية والتجارب الأخرى. من الناحية التاريخية التجربة اللبنانية نادرة، أنا لست مختص بالتجربة اللبنانية، ولكن هي نادرة جدا. ليس هناك تجارب كثيرة في العالم لا داول تاريخي دا أقول تاريخيا ليست هناك تجارب كثيرة في إدارة التعددية. البلدان أين هو الفرق للبوستولا، يعني نقطة الانطلاق أو المبدأ؟ الحالة اللبنانية كانت تعترف من البداية بالتعددية وإدارتها وخلق منطقة حماية لهذه التعددية وممارسة السياسة وتقاسم السلطة. كل المشاريع الأخرى في المنطقة العربية، والآن أنا ما أريد أتوسع بالعالم، أعرف في هناك 56 بلد فيدرالي، أعرف تعدديات الفيدرالية، صار لي 30 سنة أقل من بروفيسور مسارة أكيد، ولكن أعرف هذه الأشياء بس حتى نبقى مفيدين بالوقت القليل المتاح لدينا. التجارب العربية والمناطقية هنا كانت تنطلق من نقطة ليست مختلفة بل معاكسة تماماً للتجربة اللبنانية. التجربة اللبنانية هي بدت من الخاص لتشكيل العام. On commence par la partie pour faire le tout. الاعتراف بالتعددية، الاعتراف بالجماعات، إيجاد نظام ويستفاليان على لبنانيز لإيجاد دولة. عمل هذه الدولة هذه قضية أخرى بعدين من ناحية إدارة هذه التعددية. نحن مشروعنا كان العكس تماماً، هو محاولة إلغاء هذه وتصنيفها هذه رجعية وإلى آخره، سلمها من فضائها السياسي والممارسة الحقوقية، أعطاء للدولة القدرة الكبيرة بإعادة إنتاج للتو. إذن إحنا نبدأ من الدولة لإعادة إنتاج البقية، فالقضية معاكسة تماماً. وصلنا في لحظة التجربة اللبنانية دخلت في أزمة
وهذه أنتم تعرفوها أفضل من عندي، ولكن عندها نقطة واحدة، أنه هي من البداية تعترف بهذه التعددية. احنا دخلنا في أزمة بأنه هذه الدولة وهذه المسيرة السياسية لم تستطع لا أن تنتج شيء جامع ولا تعطي حقوق الجماعات الأولى اللي كانت تشكل هذا المجتمع. هنا نحن مطالبين كيف من الممكن أن نوجد ما يسمى ناظم ريجولاتير لهذا الشيء. الفشل الكبير هو هنا، وعندما الدولة تفشل يصير فد نوع من زيادة تسييس هذه الهويات سور بوليتيزاسيون، وزيادة تسييس هذه الحالة تتم في الغالب من الخارج. الحديث كله تم اليوم بأنه الهويات لا تنتج بجوهرها سياسة. كل اللي درسته الشيء الوحيد اللي هو انترانسيكمون ينتج سياسة هي القبيلة. عدا القبيلة كل الأشكال الأخرى اللي موجودة في داخل المجتمع يجب أن نضخ بها السياسة من برا حتى هي تصبح فعل سياسي. المذهب يصير مذهبية، طائفة تصير طائفية، المنطقة تصير مناطقية، ولكن القبيلة هي الوحيدة، لأنه القبيلة بطبيعتها هي مجتمع مصغر. عندما تكون مجتمع يصير إدارة ناس، عندما يصير إدارة ناس يجب أن نشوف يمثلك، عندما يمثلك في عندك أرض، وعندما عندك أرض توزع الغشاش، يعني الغشاش ماتيريال إيماتيريال. أنت عندك ماذا؟ عندك ميدياسيون، بوفوار، إيدنتيفيكاسيون، عندك كل هذه، أنت عندك مجتمع، عندك مجتمع مسيس. لذلك الدول هي تفوض العشائر، ولكن الهويات الأخرى ما دون الدولة احنا نسميها جزافا أو أحقية هي حقيقة ستنانجكسيون. ولكن عندما تضعف الدولة في هذا المجال، الحالة اللبنانية إيجابيتها وين؟ أنه هي بدأت من البداية اعترفت بواقع تعددي، وهذا الواقع التعددي عنده إشكاليات في إعادة إنتاج الكل للتو. إحنا بدينا من التو، لا حافظنا على التو ولا أعطينا حقوق لبارتي. هذه المشكلة اللي صارت. شكراً. شكراً. نشكركم على جلسة السيد القيمي. استراحة، نحاول نكون 10 دقائق وبعد ذلك نبدأ.